Mevlana Halid Şeyh İsmail Hazreti Muhammed Muhammed Efendi Yarabi Seyyid Cemalüddin Kulluk Fusayni Ebu Ahmed Es-Suluri Ebu Muhammed El-Medeni Seyyid Şeyh Şerefettin El-Bestani Sultan El-Evliya Şeyh Abdullah Fazıl El-Bestani Seyyidina Mevlana ve Habibuna ve Şefi'una ve Kurrati Ayyulina ve Envala Kulubina وقائدنا ومرشدنا الشيخ محمد ناظم الحقاني نقشب النفا الدوسي يا اهل البالي ان نقشب يا رجال الله توسلنا اليكم لا خيط من الله ينفع الا بجلاله لا خيط من الله ينفع الا بواسطته يا رجال الله اتمتون بمددكم اصبحنا على الارض جعلونا ادله ونحن نعتز بكم عزمت الله واياكم بعز الشريعه بعز الطريقة بعز الحقيقة بعز المعرفة توسلنا إليكم ما كنتم سفر الوجه يا سادات رجعناكم قاصدين شيئا من الله تحت قدم مولانا الشيخ ناظم الباطل والشياطين والجن وأتباعهم الحق يعلو ولا يعلى عليه أنتم مع الحق والحق معكم يا سيدنا يا سيدي الجنة ومولانا عبد الله الدهلوي الدنيا لا قيمة لها ليست أبدية حقيقة الفايت حقيقة الجذبة حقيقة التوجه حقيقة التوسل حقيقة الطاي حقيقة التشاؤم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilahe illallah.